نرجع بقى للدكتورة حنان، وآخر ما نطلبه من الدكتورة حنان وكذلك الدكتور إبراهيم، إيه أهم نصيحة تقدميها حضرتك للأهل عشان يحافظوا على معنويات أولادهم ونفسيتهم خلال رحلة التعافي؟ لأن هي رحلة مش هندعي، إحنا مش هنكذب على الناس يا دكتور، رحلة التعافي ما هياش رحلة سهلة، صح كده يا دكتورة؟ بالظبط. خليني اقول حاجه بالنسبه بقى لحاجه جبت سيره الاهل. احنا بالنسبه لنا او احنا او انا حتى معتبرين هذه النظريه، احنا ما بنعالج شخص واحد عنده ادمان، على الاقل بنعالج وراه خمسه، يعني خمسه بيتحموا. حلو ان قوي امه المعلومة دي يا تقفلش دكتور، على حلو قوي ما المعلومة دي، تقفل يعني احنا مش بنعالج واحد، احنا بنعالج خمسة. خمسة بالظبط، ده من ونحققهم أسرته الامان والدايرة بتاعته، خمسة من محيطه والدايرة بتاعته، صحيح؟ بالظبط. يعني انت لو عالجت واحد في خمسه استريحوا، ان الست مش تقفل على ذهابها، البنت لو اخته مش هتبقى مثلا يعني مكسوفه ان لو جالها عريس اخوها مثلا عنده ادمان، او العكس لو هي اخته هي اللي بتاخد ادمان مش هيبقى مكسوف من اخته، ومش هتقفل على ذهابها، مش هيتسرقوا، مش يعني حاجات كده كتير يعني. فبتعرف تنام يعني، احيانا الام لو دخلت ابنها المستشفى يقول لك انا اول مره اعرف انام، عشان هي اطمنت لا ان هو مش حول ولا هيرجع قوة إلا بمصيبه. بالله. ففي مشاكل كتير. فصراحه اللي بيشتغل في الادمان من اهم الحاجات صراحه، حتى كدكاتره او كمعالجين، انه يبقى عنده روح ان انا مش بس الشخص ده هيتعالج. في ناس كتير جدا بيتاثروا بيه وبيفرق جدا في حياته. الحاجه الثانيه بقى بالنسبه للاهل، ان هم يتعاملوا ازاي مع الشخص اللي عنده شويه مخدرات. اهم حاجه لو هو يعني لسه بياخد، ان هم يتنيهم وراه ان هو يتعالج، يروح مكان علاجي، دي اهم حاجه. طيب هو بدا بقى يتعالج، اهم حاجتين صراحه ان هم دايما يدلوا حاجه اسمها تصديق، فاليديشن، يعني يتفهموا مشاعره ويتفهموا التجربه اللي هم بيمروا بيها، ويقولوا ان احنا معاك وهنكمل وهتقدر تتجاوز. اهم حاجه هو بيبقى قلقان ان انا مش هعرف اعدي اللي انا فيه ده، فان هو يلاقي دعم وان انا اقابله، ومش بقول عليه ان انت اكس، ان انت مدمن وان انت كذا، انا اقابلك بلاش فكرة الوصمة ولازم أتقبله. بالظبط. والحاجه الاخيره بقى، ان من اهم الحاجات وناس كتير بتنساها صراحه، يعلموها للعيانين واهل العيانين علامات الانتكاس، مؤشرات، علامات الانتكاس. لو ابتديت تغير تاني بقى، ان هو بدا مثلا يقلل من قيمه العلاج، يقول لك ده اي كلام، ده الدكاتره مش عارفه ايه، او المعالجين مش عارفه ايه، او انا هعرف ابطل لوحدي، اي حاجات من اللي هي بدا يقلل قيمه العلاج، بدا تحصل تغيرات في طيب سلوكه، ينعزل. دكتورة دي حنان، الاهل لو عارفينها هيعرفوا يلحقوه بدري ونمنع انتكاسه تانيه. حاجه هو الدعم، وان هو يتاني يتعالج. هقول لحضرتك كده مثال اخير اختم بيه. احنا عندنا كده بنسميها ان العلاج هو الواحد الصحيح، حلو، وممكن نحط جنبيه صفر يبقى 10 لو الشخص مثلا ايه بدا يعمل مثلا اي انجاز في حياته، بدا يتجوز بقى 100، مش عارفه بدا يبقى عنده فلوس بقى مش عارفه 100,000، بدا يبقى عنده الشغل بقى مش عارفه مثلا 200,000، يعني مش عارفه 10 يعني ايه 100,000، ايه مليون، يعني كل حاجه بالواحد الصحيح. فممكن نحط جنبها صفار كتير، تمام. فاهم حاجه ان هو يتابع ويتعالج، اهم حاجه تاني ان هو يتابع لكن ويتعالج لو ما ويتابع فيش ويتعالج. الواحد لو الواحد الصحيح، ده لكن ما فيش واحد صحيح، صفار ما فيش حاجة خالص، كله صفار. هيصفر يعني كله هيصفر. ليه بقى؟ لان هو لو ما بقاش لو هو بطل علاج، مراته هتسيبه، ممكن تسيبه عشان هو بدا يشرب، ممكن فلوس هتلاقيها هيصرفها كله، يعني هيتفضح ممكن في الشغل، والشغل هيسيب الشغل، مش هيعمل الحاجات اللي عليه، مش عارف يصلي، كل الحاجات هتبقى صفر. فاهم دكتورة حاجه صراحه بعد الاستعانه بربنا سبحانه وتعالى هو العلاج، ان هو يتابع ويتعالج ويكون دكتورة فعلا بيتعالج فيه. دكتورة حنان، مش عارف دكتورة حنان الرصاص، أستاذ الطب النفسي وعلاج الإدمان، أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي، وأنا بشكر حضرتك شكرا عظيما على كل المعلومات القيمة اللي قلناها في الملف المهم ده.